خواتي نيكي. رح أذكر لك بيت مين؟ بيت الرحال. عندي بدويات عرب. من كتر التعذيب اللي شافوه أجت وحدة شطبت حالها. كمشت يعني شيء قالت إنه خلص أنا ما عاد فيني أتحمل. بدي انتحر. شطبت حالها من هون لعند رقبتها. قام إجا الضابط والصيدلي اللي هنيك الطبابي خيطوا لها جرحة من دون بنج. قال لها بس مشان تحس بالوجع. شو يعني يقعد الضابط يتمسخر عليها شو إلا لا هيك ما بيصير، انت لازم تكونك مغمقة هسا اكثر. يعني اغرب قصة كمان لقيتها انه في 3 اولاد صغار، يعني ولا اخوة 2، واحد يعني عمره شي 7 سنين وواحد بال10 سنين، ورفيق اخوه عمره شي 10 سنين. قالت لي فوتونا على الضابط الكبير على المكتب. نقى اللي بده اياها هو وقال لهم تصرفوا بالباقي. حكم 7 سنين. ضليت اكثر من 7 سنين. حتى انا ما كنت عارفان اني بدي اطلع، خمال بدهم يصفوني لانه صفوا كثير بنات هنيك. وفي بيناتهم وحده ما بنساها لهلا، كنت فكرة اياها بدها تطلع. هي بدويه بس ما فيني اقول انها هي من حمص. رح اقول انها فاوريه. ما بعرف اذا انه كمان ارهاب. وعاملين بدها تطلع وانه خلص انه باركنا لانه خلص بدها تطلع. بصفوها بصيدناية. واستغربت من وحده هنيك انها كانت هي علويه. اعلاميه. اسمها نور الجيزاوي. هاي يعني اذا بقول لك اكثر شيء حطها. شو كان سبب اعتقالها؟ ارهاب. اعلاميه. ضد النظام. وعلويه هي. هاي اكثر شيء حطها. وحطوها بالمنفردات ومنعوا عنا الزيارة. هي بسجن حمص طبعا. وفي وحدة حموية بس ما بدي أذكر اسمها. أصابوصة كان في بنت نيكة قاصر. شو عمرها يعني؟ يعني عمرها بال 16 سنة 15-16 سنة. ضلت كمان ضلت أشهر وكانت حامل. حملت وهي نيكة. ياما إجوا بنات ما لابسين أواعي. ياما اجوا بنات ما في يعني قمصان، تلاقيهم يعني